أهلا بكم من جديد. انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز 5000 طالب وطالبة. وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تفقد الأسبوع الماضي مقر تقدير الدرجات بمحافظة الإسكندرية للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترول ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن. واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة في التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والموضوعية، وبما يضمن لهم التقييم الصحيح. وأكد أيضا الوزير أن أعمال تصحيح الامتحانات بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء روبريك لكل سؤال، بواقع مصححين لكل سؤال ضمانا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، ذلك لوضع التقييم النهائي مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء. من ناحية أخرى، سيؤدي طلاب الثانوية العامة غدا الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علم علوم، ومادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستام مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية. كما سيؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ ورقة أولى. وقالت الوزارة إنه فيما يتعلق بمواصفات امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها الكلي 60 درجة، يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالا مخصص لها 56 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالا، والأمر نفسه بالنسبة لمادة علم النفس والاجتماع، بينما مادة الرياضيات البحتية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالا مخصص لها 26 درجة، ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالا، والأمر نفسه بالنسبة لمادة التفاضل والتكامل. وأشارت الوزارة إلى أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة، وأخيراً 30% للمستويات العليا للتفكير. كل التوفيق والتمنيات بالنجاح لجميع طلاب الثانوية العامة. ومرة أخرى بشكر حضراتكم شكراً جزيلاً على المتابعة، وإلى اللقاء في تغطيات أخرى على مدار الساعة.